النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. The national anthem of the Arab Republic of Egypt. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الكشافة الكرام، أهلا وسهلا بكم اليوم في حفل افتتاح المؤتمر الكشف العالمي 43 في مصر تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة احنا في مؤتمر بيلعب أهميته كجمعية عامة للدول الأعضاء في المنظمة الشبابية الأكبر في العالم، المنظمة العالمية للحركة الكشفية. المؤتمر ده بيمثل ساحة عالمية لتحديد السياسات العامة للكشافة في العالم، انتخاب اللجنة الكشفية العالمية، وكمان تحديد أماكن استضافة المؤتمرات والمخيمات الكشفية العالمية في السنين الجاية. فلنستمع الآن لكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في مصر في افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي 43 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان، كما يعكس التزامنا الراسخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وبذلك يأتي دور الكشافة بمنتهى الوضوح كآلية مهمة في تنمية القيم الإنسانية وتعليم الشباب مهارات القيادة والعمل الجماعي وتعزيز روح الخدمة العامة وإدراك المجتمع من حولهم وتفاعلهم معه من منطلق دورهم. لذا تتحرك الحكومة وتعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص لدعم الابتكار والإبداع، وكذلك الدفع بالكشافة المصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها. وأيضا أقدم الشكر لشباب الكشافة المصرية واللجنة المنظمة ووزارة الشباب والرياضة وكافة الشركاء والرعاة لمثابرتهم وعملهم على مدار أكثر من 6 سنوات لترتيب وتنفيذ هذا المؤتمر هنا في القاهرة. وأعتقد بلا شك أن قصة نجاح الشباب المصري واحدة من القصص الملهمة التي تحفزنا دائماً على بذل المزيد والمزيد من أجلهم. قادة ومنتسبي الحركة الكشفية المصرية يفتخرون باستضافة الكشافة المصرية للحدث الأكبر والأهم في الحركة الكشفية العالمية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتمكين الشباب. هنيئاً لنا شعب مصر العريق الوفي الذي يعشق ترابها وحضارتها الممتدة لآلاف السنين والمحب لحركتنا الكشفية. هذا الحدث الحضاري والكشفي الكبير، أهلاً بكم في قصر الأب الرئاسي على أرض مصر ونيلها الخالد. إنه حلم بدأ منذ ربع قرن وتحقق على أرض الواقع بسواعد قادة وشباب الحركة الكشفية المصرية. الكشافة المصرية تلك المنظومة العريقة التي ساعدت طوال عقود في تربية النشأ وإعداد من باتوا قادة في مختلف المجالات الحيوية، وقد تخرج من فرقها قادة وزعماء على مستويات عدة. ما تقوم به الكشافة اليوم هو إعادة تقديم لما يجب أن تكون منظمة شبابية عليه. شباب متطوع، ملتزم، مؤمن ببلده ويقدم دون حتى أن ينتظر جزاء. هذا ما يحتاجه كل وطن. وأنا دعوتي أن يكون إرث هذا المؤتمر الكشف العربي العالمي أن يكون إعادة انطلاقة متجددة
الدعم الموصول الذي نشهده من وزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية تحت رعاية سامية وكريمة من فخامة رئيس الجمهورية بأن تكون ذكرى هذا المؤتمر انطلاقة جديدة للحركة الكشفية، وهي دعوة لكل جامعة وكل مؤسسة حكومية هنا أن تعمل مع الكشافة لنعيدها. إن نجحنا مصريا سننجح عربيا، فمصر كما أقول دوما هي العمود الفقري لهذا الوطن العربي. It is honestly a very humbling and great pleasure to address the 43rd World Scout Conference. This is an incredible convening of young people. You're challenging the convening of the United Nations. You are the United Nations, but you're the United Nations today, for tomorrow, and future generations. And what you've done is to bring to the world a great deal of hope. That four-letter word is what we need when we are in a global community that is perhaps less together than it should be. But I believe that you will be the ones that will build the bridges that will bring us back together as one human family. I would like to thank the Prime Minister, but most especially our host, President Abdel Fattah el-Sisi, for being the host and the warm welcome that he has given to all of us. The Egyptian National Scout Organization, the World Organization for the Scout Movement, all for inviting me. And thanks to all the young leaders and the youth networks and the partners of the youth of the scouting movement. And since young people will be running that future, the World Scout Conference is more important than ever. Dear friends, the United Nations and the World Organization of Scout Movements are both values-based organizations. That's why our partnership is so strong. We don't change our opinions in the wind. We have the courage of our convictions because our decisions are based on our global values. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، سيد أندي تشامبن رئيس اللجنة الكشفية العالمية، سيد أحمد هنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، السادة الوزراء والسفراء والمحافظين، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أرحب بكم بقصر القبة الرئاسي في قلب القاهرة في الحفل الافتتاحي للمؤتمر الكشفي العالمي 43. تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بلقائكم والحديث معكم من كل دول العالم بزيكم الكشفي وأفكاركم الشابة وحماسكم الكبير وثقافتكم المتنوعة. تسلمت مصر علم المنظمة العالمية للحركة الكشفية كعلامة على فوزها باستضافتها وتنظيمها للمؤتمر الكشفي العالمي 43. ومنذ تسلم مصر تسلم استضافتها لتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي، كان شباب الكشافة المصرية واللجنة المنظمة تعمل على التخطيط والتنفيذ والتواصل مع الجمعيات الكشفية الوطنية للوصول لتلك اللحظة، لحظة افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي 43 بحضور ممثلي 174 دولة لمناقشة خطط وسياسات الحركة الكشفية العالمية للسنين القادمة. إن الحركة الكشفية ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي رحلة تكوين للشخصية، ومن خلال التفاعل مع الطبيعة وخدمة المجتمع وتنمية روح الفريق والقيادة نضمن وجود أجيال من الشباب قادرة على تحقيق أحلامهم ومساهمين فاعلين في مجتمعاتهم، لا سيما أن دور الحركة الكشفية اليوم امتد ليصبح حيوياً في تعزيز القوى الناعمة للدول من خلال تبادل
الخبرات الثقافية بين الشباب حول العالم، وهذا الدور يتماشى مع ما تشير إليه الدراسات العالمية من أهمية الاستثمار في الشباب وتنمية قيم التسامح والتعايش. وبلا شك أن تحرك الدولة المصرية كلها الآن مع شركائنا في المجتمع المدني لتقديم كل الدعم للمؤتمر يؤكد ما سيحققه من الأمال التي تضعها الدولة على المؤتمر من فوائد تعود على الحركة الكشفية المصرية والعالمية بشكل جدي. ويهمنا أيضا كوزارة شباب ورياضة في مصر تنفيذ لبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة أن يتم نشر ثقافة الحركة الكشفية وقيمها في المجتمع على الصعيد الداخلي لما في منهج الحركة الكشفية من تعزيز. وهنا يمكن لأول مرة يوضع في تاريخ الحكومة المصرية البرنامج الكشفي في برنامج عمل الحكومة المصرية. It is the first time in the history for the government movement to put the scouts movements in the program of the Egyptian government. It's the first time would reflect the importance, how far the importance of the scouts for the youth, for the Egypt, for the government. And that one with the total support of His Excellency the President Abdel Fattah al-Sisi. وقبل النهاية بشكر سيد محافظ القاهرة الحقيقة السابق سيادة اللواء خالد والحالي دكتور إبراهيم صابر. أنا بشكر حضرتك جدا، وهأعلن موافقة محافظة القاهرة على تغيير المسمى. شكرا حضرتك فندم. مسمى الشارع اللي وجد فيه منذ القدم مبنى التاريخي للكشافة باسم شارع وميدان الكشافة المصرية. Thank you.
Once a scout, forever a scout.